آخر قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إنه يريد إجراء انتخابات عامة للإطاحة بمن سماهم عصبة رئيس الوزراء بوريس جونسون الشعبوية، ودعا كوربن إلى الوحدة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. ما فعله بوريس جونسون كان تهديدا للناس بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة إذا لم يشارك في البرلمان. هدفنا هو تحدي هذه الحكومة التي تسعى للخروج بلا اتفاق، وهدفنا هو حماية الوظائف ومستويات المعيشة والتأكد من أن هذا البلد لا يرتمي في أحضان دونالد ترامب ويبرم صفقة تجارية مع الولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسلنا هشام ميهوبي. هشام، ما هي الخيارات المطروحة والمتوفرة الآن أمام النواب المعارضين لجونسون لعرقلة خطته المزمعة بإمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق؟ نعم نادين، هما خياران في الحقيقة متوفران لدى المعارضة البريطانية. الخيار الأول والذي سيتم بعد ساعتين ونصف من الآن هو اجتماع المعارضة داخل مقر البرلمان هنا في وسط بريطانيا أو وسط لندن عفوا، الذي سيتم من خلاله طرح عريضة تحتوي على تشريعات جديدة يتم التصويت عليها من طرف أعضاء البرلمان البريطاني سواء كانوا من المعارضين أو كانوا من حزب المحافظين. هذه العريضة ستحتوي على تشريعات ستحول أو ستجبر الحكومة البريطانية على الذهاب إلى بروكسل من جديد وطلب تأجيل آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تقول المعارضة أن التأجيل يمكن أن يكون لمدة 3 أشهر إضافية. هي معركة يعني برلمانية تاريخية نادين هنا في لندن بين المعارضة والحكومة البريطانية التي يعني تتخوف من أن تقوم المعارضة أو تحظى المعارضة بأصوات يعني كافية حتى تمرر التشريع من مجلس العموم البريطاني إلى مجلس اللوردات الذي سيصوت عليه هو بدوره يوم الخميس المقبل. وإذا ما مر التشريع نادين فإنه سيكون قانونا ملزما لبوريس جونسون بعد الموافقة الملكية من طرف الملكة إليزابيث، وبالتالي سيجبره على يعني عدم الخروج من بريطانيا من دون اتفاق وتمديد مدة الخروج. الخيار الثاني نادين هو خيار القضاء. هناك يعني دعوات رفعت في لندن وكذلك في إدنبرا يتم النظر فيها على مدار هذا الأسبوع من طرف القضاة، يعني تطلب من العدالة البريطانية وقف القرار الذي يعني اتخذه بوريس جونسون بعد الموافقة الملكية بتعليق البرلمان البريطاني. لحد الآن تم رفض دعوة واحدة في اسكتلندا أو في ويلز، والآن يعني يتم النظر في دعوين أخريين هنا في لندن وكذلك في أدنبرا. النواب يعني النواب المتمردون كما يوصفون في حزب المحافظين وعلى رأسهم فيليب هاموند يعني وزير الخارجية السابق قال إن هناك ما يكفي من الأصوات اليوم لتمرير العريضة عريضة التشريعات الجديدة إلى مجلس اللوردات، وبالتالي فإن يعني كلمة بوريس جونسون بالأمس والتي خالفت كل التوقعات بأن يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة يعني صبت في خانة كما وصفها المراقبون السياسيون هنا في لندن، خانة الاستعطاف لنواب البرلمان ودعوتهم إلى التصويت يعني لدعم الحكومة البريطانية في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي. هذه المفاوضات التي قال بوريس جونسون أنها تحمل مؤشرات إيجابية على التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأوروبيين خلال اجتماعهم المقبل في 17 من أكتوبر المقبل. شكرا جزيلا لك مراسلنا في لندن.